لا يوجد لدينا أساس عراقيين، هم فقط سماسرة وفقط هواة سياسة. وأكثر شغلتين أنا أعتقد بالعراق هي لسريعة الربح قليلة التعب والدراسة والاجتهاد، هي أن تكون رجل دين أو تكون سياسي. هذا شغلتين أسهل من عدل ماكو، ولذلك تجد كل من هب ودب أصبح رجل دين أو أصبح سياسي. إحنا بالعراق لا يوجد لدينا سياسة، السياسي يستطيع أن يسخر دول لصالح دولته، اقتصادات لصالح اقتصاده، ولكن اللي نشوفه العكس، هم فقط مرتزقة دول مجاورة، إيران وغير إيران بالعراق، وهم مجرد يعني أدوات عند أمريكا وعند بريطانيا وعند فلان وعند فلان، حتى يعني وكأنه واليهم على العراق. لا يوجد لدينا سياسة يا أخي، القرارات الإقليمية هي التي تتحكم بالعراق بنسبة 80%. وأنا أعتقد أنه لو كنا جادين، لو كنا قادرين على النهوض، على اليقظة، على نسيان مصالحنا والاهتمام بمصالح الوطن، نستطيع بعد 10 سنوات على الأقل نتخلص من هذه الطغمة الفاسدة. ولكن يوم بعد يوم بعد يوم أجد أنه كل ما قلناه قبل 10 سنوات لم يتحقق الآن.